باش ما يبقاش هذا القيد والقال انه وتنشكروا كنجتمعوا اليوم باش ان اول حاجه كنجتمعوا اليوم اول حاجه باش ان نشيدوا بالمجهودات الملكيه اللي وصلت ان بعد 20 عام ديال النضال اننا ناخذوا واحد الحق ديالنا في الرعايه الاجتماعيه والتغطيه الصحيه، واننا اخيرا غادي نوليو بحال المرضى والمواطنين ديالنا اللي كيجيو عندنا كيدوزوا كل نهار وكنعمروا لهم واحد الورقه ديال التغطيه الصحيه. دونك اول حاجه احنا اليوم جينا كنضامنوا كنبينوا التضامن ديالنا وباننا باقي مازال غادي نناضلوا باش ناخذوا هذا الحق وناخذوه حقا كاملا، لان كان خدينا الحق ولكن انه كان مجحف شويه شفتو في لي كاتيجوري ديال الاطباء العامين، لان الاطباء العامين تضروا من الجائحه صحيا وماديا، وحتى المشاورات اللي كانت في ذاك الوقيته اننا قبلنا باربعه المرات لو سميك كحد الاجر على اننا باش نتوصلوا باش لو ماكسيموم ديال لي ميدسان يتداواو في ظروف مثاليه ومزيانه وتكون عندهم تغطيه صحيه، ما يضطروش انهم باش تكلف بهم العائلات ديالهم في الوقت اللي غادي يمرضوا، مع انهم بغاو ومجبرين بانهم خاصهم يبقاو في الحرب مع هذا الوباء. دونك احنا بالنسبه لنا اليوم جينا كنعاودوا تاكدوا بان احنا بغينا ننجحوا هذا الورش الاجتماعي الوطني ديال التغطيه الصحيه والحمايه الاجتماعيه، ولكن ان خاص تعاود النظر في هذيك النسبه تاع المساهمه تاع الاطباء، وخصوصا انهم هم اول المشتغلين في هذا المجال وهم الاولين اللي كيديروا المجهود الكبير باش المواطنين يكونوا بصحه جيده. حنا داكشي اللي توعدنا به في المره الاولى ان غتكون حتى مساهمه تاع حتى تاع الصناديق باش ياخذوا واحد القسط من هذيك المساهمه ديال الطبيب ياخذوها على عاتقهم كما على اسوه مثلا فرنسا وبدول اخرى، ان الطبيب ملي كيجي ملي كيكون كيخدم في واحد الدوسي ميديكال انه كيدير فيه واحد المجهود، يعني انه ملي كيتبع المريض كينقص على الصندوق واحد المصاريف، وانها كتعوضوا بهذيك لا جيستيون ديال الدوسي بانها كتكلف ليه بواحد القسط من المساهمه ديالو.